يتم إقالته في أقرب فرصة. نعم أسامة الآن كنسمعوك ونشوفوك بشكل واضح، تفضل. باغي نعطي أنا لي ديتاي ديال شنو يوقع. كاين 200 ألف أورو شرط جزائي، شرط جزائي 200 ألف أورو. كاين واحد الفرق بين الأجرة اللي كانت تتقاضى من الرجاء اللي هي فقط 20 ألف أورو، والأجر المفترض اللي هو فوق 42 ألف أورو. هذا الحساب ديال فوق 42 ألف سهل، لأن العقد توقع بمليون و 350 ألف أورو على 32 شهر. أي واحد فيكم يدير لا ديفيزيون ديال مليون و 350 ألف أورو على 32 شهر تجيك 42 ألف أورو شي حاجة. فهذا الفرق بين 42 ألف أورو و 20 ألف أورو اللي تقاضى حقيقة هو 22 ألف أورو في شهر ديال نوفمبر، 22 ألف أورو في شهر ديال دجنبر، و 22 ألف أورو في شهر ديال يناير، هي 66 ألف أورو. تضيف عليها الأجر الشهري كله المفترض ديال 20 يوم على 28، يعني 3 أسابيع على 4 ديال شهر فبراير، تطلع لك واحد 30 ألف أورو. المجموع هو 296 ألف أورو. إلا ست المساعدين ديالو العقد يقتضي باش يعطيهم 20 ألف أورو لكل واحد فيهم باش تفك العقد، وبالتالي 60 ألف أورو. إلا ستي على 300 على 296 ألف أورو هي 356 ألف أورو بالضبط، بالإضافة إلى سومة الأجر، سومة الكراء المنزل ديالو حتى من شهر يوليوز تخلصوا الراجع. هذا ما نحسبوش ديال الكراء اللي تخلصوا الراجع ديال يوليوز، نحسبوا فقط 356 ألف أورو. إلا عرفنا بأن اليوم الدرهم المغربي 356 ألف أورو، إلا عرفنا بأن الدرهم المغربي الأورو يساوي 10.70 أحسن الأحوال، الله يخليك اسمحتي لي 300. نعم، بينما تقريبا غتكون واحد 390 مليون على ما اظن. رايت سمعت انا اسامه الرقم 380 مليون، 380 مليون سنتيم اللي خط رجا تحط اليوم الفيلموت المساعدين ديالو باش تفك الارتباط بلا القيمه ديال الكراء حتى شهر يوليو. شحال اسامه هو حتى شهر يوليو باش ندخلوه؟ انا ما عنديش رقم الكراء باش ما نعوش الخرايف. تكون على الاقل في ذاك البلاصه في الكاريبي 30 و35 الف درهم في الشهر. الى 6 فيفري مارس افريل ماي جوان وجويي هي 6 الاشهر في واحد 35 الف درهم هي 20 مليون، هي 400. وبالتالي بعد ما كنت بقى في الحال اللي جا اللي كان جا روني جيرار وخدم شهر قدام مليار و17 مليون من الوداد، اليوم تيبقى فيه الحال اللي جاب مارك فيلموت وخدم 3 شهور ونص ولا 4 شهور للعرب، ويدير 400 مليون بلا داك الاجور اللي خدا اللي هي على الاقل خدا 20000 20000 20000 هي 60000 هي 60000 زائد 400 مليون. انا بالنسبه لي الله ما دام منكر، وخصنا دابا وصل الوقت باش الفرق ديالنا يوقعوا عقود تتلائم مع المستوى المعيشي للمغاربة وللمغرب، وباش يبقاو يعني ما بقاش عند الرجاء والوداد الحق انهم فرق جماهيريه احبت او كرهت، فرق ترضى خلي رغبه الجمهور احبت او كرهت، ما بقاش عندهم الحق لاي مسير ديال الرجاء والوداد يدير شي عقد مع اي مدرب كما كان الحال اللي فيه اكثر من شهر شهرين ماكسيموم ديال البريافي باش يفك العقد. لان في الرجاء والوداد واخا تسني العقود اللي بغيتي راه الا ما دارش الكره وما دارش النتيجه راه ما يمكنلكش تخلي المدرب. وبالتالي تنظن المدرب الجاي دراجة خصنا نسنيو مع حد 30 يونيو لا اقل او حد نهايه الموسم مع شهر ديال بريافي. المدرب المقبل من بعد نهايه الموسم الى وصل الاهداف ديالو اللي سطرا مع المكتب المسير تزيدو عام اوتوماتيكمون، ما عرفوش فهمتيني، ولكن تعطيك الحق لراسك باش تفكر ارتباط في نهايه الموسم الرياضي. راه ما يمكنش اليوم الرجاء ولا الوداد في المغرب يديروا الفكر الانجليزي، ما يمكنش ديال جيب المدرب واعطيه 5 سنين ولا 4 سنين وصبر له كما كانت النتائج، راه ما يمكنش. وانا كنت ناوي بان انيس محفوظ لن يرضى خلي الجمهور، انا بالنسبه لي خطا منين بدل المدرب الشابي، ولكن بعد ذلك كنت ناوي ما يقدرش الجمهور. مع كل الاسف الضغط رهيب ورضى خلي الجمهور دابا باكر سعود، ولكن هاد الفلوس اللي ياخذ فيلموت والمساعدين ديالهم الرجاء، انا بالنسبه لي
اللهم هذا منكر. أشلين كلينو لأكيد عادل بالنسبة لهذه الوضعية هذه، لأنه مدرب غيجي ما غيحققش معك شي نتائج كبيرة، ما غيخدمش على مشروع دياله، الله أعلم واش كان المشروع دياله غيمشي مزيان ولا غيبقى غادي في نفس النتائج. ولكن كيف ما قال أسامة، اليوم ما بقيناش محتاجين أنه نتكلموا مع مدرب بيكون شرط جزائي فيه 200 مليون شهرين ثلاث شهور، ولكن واش خاصنا حتى نطيحوا في هذا الشيء مرارا وتكرارا، ونطيحوا في التجارب الوداد ونطيح فيهم الرجاء عاد باش نفيقوا عاد باش نوعاو بالقيمه ديال انه ما خصناش نوقعوا عقود كبيره، ولا كيكون انه غتزيد تعمق الازمه ديال نادي الرجاء الرياضي في هذه الحاله هذه. وهذا من الغرائب، يعني تيكون عندك واحد المدرب اللي محقق نتائج المرجوه، يعني بغض النظر على الاداء او بعض النتائج، ولكن لي زوبجيكتيف وصل لهم باقل يعني ب 15000 دولار تنظن مدرب بمستوى جيد في المغرب راه تيشد اكثر من الثمن وفرق اقل جماهيريه من الرجاء. وبالتالي تنظن اكبر حماقه دار هذا المكتب المسير الجديد هو انه يحيد مدرب باقل تكلفه لمحقق نتائج، ويجيب مدرب يعني سوا ديزون عالمي باش يحقق شي نتائج اللي ما شناش في ارض الواقع. ومع الاسف يعني لهذا المدرب او هذا المكتب اللي جا باش يقلص المديونيه ديال الفريق ويخلي الفريق يعيش واحد المرحله يعني انتقاليه وما بقاوش داك المديونيه عنده، القراصو انه الان مطالب انه يجبد يعني ملايين كبيره باش يفكر الارتباط مع المدرب، وبالتالي هما كانوا في غنى عنه. يعني داك الشيء باش كان خص يخلص يعني الديون ديالو وبعض المشاكل اللي عند الفريق الرجاء، لقينا الان هو مطالب انه يعطي لويل موتس هذا المال اللي قال اسامه يعني وصلت 400 مليون. وبالتالي من الحماقه نشوفوا هذا السير العشوائي. لا بس بلو في تفرق عادل غنوصلوا لاكثر من 400 مليون، وصلوا 400 مليون اصلا 400. داك الشيء اللي ذكرتيه مؤتمر هو شحال غياخذ بناء دابا كنطلبوا على الله باش هذه الليله انيس محفوظ اللي بقى مع المدرب الى اخر رمق، على الاقل المدرب خصو يعترف له بهذا الشيء، واللي تقاتل مع المدرب الى اخر رمق يحاول يشوف من حاله يقتلوا واحد 100 ولا 150 مليون ويعطيوه واحد شويه دابا ويعطيوه شهريات. اما هذا الشيء الله بدا منكر. لا المشكلة أسامة اسمحتي لي كاين السيد حميد غازي محب ديال البركان، من حتى نطلب من المخرج يطلعوا يبقى معنا قال سيساين على. اهلا السي حميد، اهلا بك سي حميد. لاباس عليك السي أسامة، تحية السي علال والسي أنس الطهي، تحية ريادية ومساء النور ومرحبا بالجماهير داخل وخارج الوطن اللي كتابع هذا البرنامج الشيق. حاول تطلب التليفون جات على خاطرك وتبقى معنا حتى نساليو بالرجاء والوداد وحنا معك واخا. نعم يقدر كاع على بغا باش ما يبقاش مبرزط ويبقى شاد التليفون الى اخره، يبقى متابعنا ويبقى معنا في الاوف، راه يبقى متابعنا كيف هو يخرج في الاوف ومتابعنا، بقى متابعنا وتسمعنا، ومن بعد حاول تقلب التليفون هكذا باش تدخل معنا. دابا واحد ربع ساعه تفضل. نعم فقط اسامه اخر توضيح، لانه الناس بزاف ما يفهموش هذيك كيفاش 20 مليون زائد 21، نعاودوا غير نوضحوا لان هي الحاجه الوحيده اللي ربما فيها اشكال، اما كاع الارقام اللي ذكرتي كلها واضحه باش يفهمونا. لا واضحه، لا واحد السيد تكتب من قبيله، المشكل هو مكتب الصرف العمله الصعبه. لا ما كاين حتى مشكل في مكتب الصرف، مكتب الصرف موجود عنده العمله الصعبه بزاف، بالعكس عطى المغاربه يخرجوا هذا العام حتى 10 مليون لواحد، وبالتالي الا كان العقد احترافي موقع رسميا فعند اي تنظن اي موظف عنده الحق يخرج النص في الاجور ديالو في داك الشيء اللي تيربح في المغرب بكل اريحيه، وبالتالي ما كاين حتى مشكل مع مكتب الصرف. نعم لحد الان ما عندناش نبقاو نقولوا شي حوايج اللي ما كاينينش. نعم اقل من دقيقه اسامه، الراتب ديال المدرب كان هو 42 مليون. سيدي واحد السيد اللي كنت كطبل له مع احتراماتي خاص تعتذر وتعترف كنت خاطئ. لا كنت خاطئ فاش؟ لا عمري انا ما خطات في انيس محفوظ ومازال ما خطاش فيه. انيس محفوظ مستواه عالي، كاين الفرق بين تتعرف بشي واحد كشخصيه وبين تتحمل الخطا ديالو اللي ما كنتش متفق معاه فيه. انا ما عمري ما اتفقت مع انيس محفوظ من اول وهله، والفيديوهات الشاهده على ذلك بتغيير المدرب في ذاك الوقت، وما عمري ما اتفقت معاه بانتداب في الموت. والسؤال اللي كنت طرحت انا يا عقلتي في الندوه الصحفيه اللي جات في الموت، قلت لهم كيف يعقل انك قبلت ان تدرب الرجاء وانك وليس لك اي تجربه في الفرق؟ تجربتي الوحيدتين هو شالك 04 منين نهيتي مسيرتك كلاعب، وما دامتش حتى موسم
وسان ترونت في بلجيكا فريق عادي ومغمور وما كملتيش تسنة. هادو من التجربتين الوحيدتين اللي عند فيلموت في حياته الكروية عنده تجارب كناخب وطني لبلجيكا كان ممتاز. أنا بالنسبة لي كوت ديفوار لم ينجح وإيران لم ينجح، وبالتالي فريق الرجاء ما كنت متفق لا مع تغيير المدرب في ذاك الوقت لا مع فيلموت، وبالتالي هذا لا يمنعني من أن أحترم دائما واليوم رغم خطأه أنيس محفوظ. تفهموا إن أنا ما كاينش واحد معصوم بالخطأ. أنا تنقيم شخصية، لا أقيم الأخطاء ديال الناس. من تيكون الأخطاء تقول هذا خطأ، كاين فرق بزاف بين الشخصية بالإيدنتيتي ديال الواحد وبالأخطاء اللي بكل يدير. أي واحد فينا يدير أخطاء، هذا كان خطأ ديال المدرب، ما عمري في حياتي تفقت معاه كان خطأ. ولكن إلى جاء اليوم تعود تقولوا لي كاين واحد الشاب سميتو أنيس محفوظ سيتقدم لرئاسة الرجاء، نقول لك بارك سعود وسأطبل. تفهموا؟ نعم، واضح الفكرة أسامة. وغنتقلوا للموضوع التالي، والنقطة اللي بغيت نوضح هو أنه 42 مليون